شخصيات مشهورة في الكتاب المقدس. يوحنا المعمدان يعد طريق الرب. ملاك ظهر لواحدة ست اسمها إليصابات وقال لها: انت هتولدي ولد، سميه يوحنا، ده هيكون رسول لكلمة ربنا. يوحنا كبر وكان مليان من روح ربنا، كان متكلم رائع، وأي مكان كان بيروحه الناس كانت بتتلم حواليه علشان تسمع كلامه. يوحنا قال للناس يرجعوا ويتوبوا عن خطاياهم. الناس كانت بتسميه يوحنا المعمدان، كانوا بيقفوا طابور على الشاطئ مستنيين دورهم علشان يوحنا يعمدهم. يوحنا كان عايش لوحده في البرية. يوحنا كان بينادي ويقول للناس انهم يستعدوا علشان يسوع قرب يجي. كان بيكلمهم عن عظمة يسوع وان هو حتى ما يستاهلش انه يفك رباط جزمته. في يوم يسوع كان مسافر وراح يشوف يوحنا عند النهر. يسوع طلب من يوحنا انه يعمده. يوحنا هز راسه وقال له: انت السيد، انت اللي المفروض تعمدني. يسوع رد على يوحنا وقال له: انا عارف ايه الصح، انا عايزك انت تعمدني. وفعلا يوحنا غطس يسوع في مية النهر. الروح القدس نزل من السماء على شكل حمامة ووقف على يسوع.